السلام عليكم طلاب، إن شاء الله الجميع يكونوا بخير. استكمالا لمحاضرتنا المرة اللي فاتت، هاي المحاضرة يعني بناء على الريكوست تبع الطلاب إنه يكون في عندي فيو اكزامبلز على المواضيع اللي إحنا ذكرناها بالمحاضرة الأولانية. مع العلم إنه المحاضرة الأولانية most of the information هي already أنتم موجودة ببنك المعلومات عندكم من صف أول وبيسك بيسك نمبر 1، وكل المفردات والمصطلحات مر عليكم، وانت عملتوا سابقا ماس بالانس لرياكتيف سيستم وماس بالانس ل سيستم وذ نو كيميكال رياكشن، فيعني الأوليات يعني يو هاف ات اوريدي. فعندي هذا الاكزامبل عن اليلد والسلكتيفيتي لدي هيدروجينيشن رياكتر. المرة اللي فاتت بس أنبهكم على شغلة، إنه في أخذنا example إنه كيف أنا ممكن أطلع الـ unknown بـ 3 types of balance اللي هم الـ molecular species balance والـ atomic balance والـ extent of reaction balance. وحكينا المرة اللي فاتت إنه ثلاثتهم بيطلعوا the final the same final answer. however تخلوها يعني كـ reminder ببالكم إنه لما يكون في عندي الـ problem فيها multiple reaction، يعني اثنين او ثلاثة او even حتى لو كان بس just two reaction، يفضل انكم تبتعدوا عن المولكيولار سبيشيز بالانس. مو معناته انه can't be solved، لا ممكن تنحل ودنبل بهاي الطريقة، لكن ايش it takes much effort وفي نسبة الايرور ممكن يكون اعلى، ولكن بتعطي the same answer للطريقتين التانيات. هلا بالنسبة لل وبرضه أعطيتكم جدول بالمحاضرة اللي فاتت إنه إيش ال with chemical reaction and without chemical reaction with respect لهاي الثلاث أنواع من البالانس، إيش اللي بيضلوا conserved، يعني إنه ما بيختلف إن سواء كان عندي chemical reaction أو without chemical reaction. ولو استرجعتوا هذا التابل حتلاقوا إنه الأتوميك بالانس الانبوت دائما يساوي الأوتبوت in both cases with chemical reaction and without chemical reaction. however for other balances it's not the same. هلا بالنسبة لعنا الإكزامبل نمبر 1 yield and selectivity in a dehydrogenation reactor. تتذكروا من المرة اللي فاتت اليلد إيش هو؟ اللي هو الراتيو of a desired product with respect to the feed to the process، والselectivity اللي هو الراتيو لل desired product to the undesired product. وعندي كلمة dehydrogenation معناته أنا دا أسحب الهيدروجين من المادة اللي داخل عندي أو من الفريش فيد اللي داخل عندي للرياكتر. فعندي هنا two reaction، بما انه احنا زي ما حكينا في selectivity معناته في عندي desired product اللي هو هينتج من التفاعل الاولاني، منها dehydrogenation للايثين تحول الى الايثيلين وسحبنا منه الهيدروجين، لكن في عندي side reaction اخر حيصير انه جزء من هذا الفيد الايثين حيتفاعل مع الهيدروجين يعطيني undesirable product اللي هو الميثين. This process is a continuous and steady state، يعني الـ accumulation يساوي صفر. الـ feed contains 85% ethane والrest هو أو الـ balance هو من الـ inert اللي هو اليود، و inert يعني بس we just added to balance الـ fresh feed عندي، فهو مثل ما بيفوت مثل ما بيطلع هو inert، ما له علاقة بالـ chemical reaction. عندي معلومة هنا لازم أنتبه إلها إنه the fractional conversion of ethane is 0.501، والفراكشنال كونفرجن اخذناه برضه بالمحاضره اللي فاتت اللي هو الريشيو اوف ذا رياكتد وذ ريسبكت تو ذا ليميتنج رياكتنت اللي داخل الرياكتر. وعندي الفراكشنال ييلد 0.471، المطلوب حسابه المولار كومبوزيشن اوف ذا برودكت غاز والسلكتيفيتي، ومحدد لكم سلكتيفيتي من الديزايرد الايثيلين تو ذا انديزايرد برودكت اللي هو الميثان. هلا بالنسبة لعنا الاناليسز، أول حاجة زي ما بنعرف إنه أول شيء بنيجي بنرسم البلوك دايجرام بنمثلها كالبروبلم كبلوك دايجرام، بنحط الستريمز الانبوت والستريمز الاوتبوت، بنحط النون فاريبلز والانون فاريبلز اللي موجودة عندي بالبروبلم، وأي ريليشن إضافية انعطت بالبروبلم it is given حتساعدنا بحل المسألة. بعد ما بنرسم بنحط البيسز تبعتنا، عادة بنحط 100 مول للفريش فيد.
فالاكزامبل هذا زي ما انتم شايفين كيف حليناه، حليناه بالاكستنت اوف رياكشن برضه من المحاضره اللي فاتت. بتعرفوا ايش يعني اكستنت اوف رياكشن؟ يعني شده التفاعل. شده التفاعل ايش يعني؟ اللي هو الرياكتد على الانيشال فيد تو ذا رياكتنت. وننتبه للستوكيومتري اللي تبعت الرياكتنت والبرودكت، اذا كان عندي رياكتنت وعم احسب له الاكستنت اوف رياكشن او المعادله تبعته، فيكون عندي الرياكتنت الاستوكيومتري اللي موجود عندي بالمعادله بالنيجاتيف، واذا كان البرودكت حيكون بالبوزيتيف. فسيمبلي ابلاي الريليشن اللي موجوده قدامكم فور ايتش كومبوننت. اول شيء ناخذها لمين؟ للميثين. N1 اللي هي البرودكت ايش هي؟ هي عبارة عن الانيشال اللي فات عندي اللي هي 0.85% ناقص الـ extent of reaction. لما نيجي نعمل subtract منها الـ extent of reaction حيكون في عندي الايتين اشترك بتفاعلين، معناته في I have two extent of reaction zeta 1 and zeta 2. In the same manner حاجي احسب الـ N2 for الإيثيلين. الإيثيلين is a product coming from the first reaction. It is a product، بالتالي عندي هو البوزيتيف. وقديش الاستوكيومتري تبعته؟ 1 مول، إذا زيتا 1. The same for hydrogen. However, hydrogen it is a product from the first reaction and reactant from the second reaction. So the stoichiometry 1 mole positive in first and 1 mole negative in second. يبقى zeta 1 minus zeta 2. And for the product of methane, it is coming from only the second reaction. However, since it is a product, yes, then we have positive 2, zeta 2. And finally, الانر تبعنا اللي هو اليود the same، هو قديش دخل؟ 0.15، حنضربها في 115 مول، فهو حيطلع N5 the same amount. هلا نيجي نعمل اول شيء نستفيد من المعلومات اللي موجوده عندي. بما انه حكي لي فراكشنال كونفرجن اوف ايثين يبقى حستفيد انا من هاي المعلومه. نيجي نطلع على المعادله اللي موجوده عندنا. هو حاطط لي انه كل واحد مول من الرياكتد من الايثين بيعطيني واحد مول برودكت من الايثيلين، تمام؟ فنيجي نشوف هون الفراكشنال كونفرجن. بما انه حكي لي 0.501، 0.501 هاي ايش معناتها؟ قلنا هاي نسبة الرياكتد، معناته نطرحها من التوتال اللي هو واحد حيطلع لي الان رياكتد من الايثين. فاذا كان الواحد مول حسب الاستوكيومتري اللي عندي حيطلع منه ان رياكتد من الايثين اللي هو الواحد ماينس 0.501، يبقى لو كان عندي 85 مول جست ايش نسبة وتناسب حيطلع عندي 42.4 مول اوف ايثين. هاي وين طلعت؟ هاي طلعت عندي بالاوتبوت اللي هي N1 unreacted unreacted from ايثين في البرودكت. ايش بيساوي؟ بنحط مقابلها المعادلة اللي حطيناها بدلالة الزيتا 1 and زيتا 2 for ايثين. نستكمل حل الاكزامبل. مثل ما استفدنا من الفراكشنال كونفرجن في المطلب الاولاني، حنيجي نستكمل هلا اليلد. وزي ما بنعرف اليلد ايش هو؟ اللي هو الراتيو ما بين الديزايرد، نحكي نقول الاكتشوال برودكت او الديزايرد برودكت بالنسبه لمين؟ للفيد اللي داخل عندي. فانا لو عندي التفاعل، لو عندي تفاعل كومبليشن، ايش يعني كومبليشن؟ يعني لو انفرضنا انه التفاعل تبعي مشي 100% وانتهى 100% وحقق لي 100%، فمعناته انا كل واحد مول من الايثين مفروض از فروم ذا ستوكيومتري بيعطيني واحد مول من الايثيلين. فنقول فرضا لو انا ال 85% هذه كلها تفاعلت، قديش حتعطيني؟ حتعطيني 85 مول من الايثيلين. فهذا اللي بحكي عنه ايش هو؟ الثيوريتيكال بناء على الاستوكيومتري او ثيوريتيكال ييلد. فانا عندي الاكتشوال الريشيو للييلد 0.471، اضربها بالثيوريتيكال حيعطيني الاكتشوال. الاكتشوال هذا ايش حيساوي بدلاله الزيتا اللي احنا حطيناها اللي هي زيتا 1؟ حيعطيني 40. معناته هاي ال 40 هي ايش تمثل؟ تمثل قديش في عندي برودكت من الايثيلين. اخذ الزيتا 1 وعوضها بالمعادلة رقم واحد اللي حسبنا منها الفراكشنال كونفرجر، نحسب منها ايش؟ زيتا 2. خلص عرفنا زيتا 1 وزيتا 2، معناته بقية البرودكتس حقدر احسبها اللي هي بالنسبة للهيدروجين وبالنسبة للميثين بدلالة الزيد 1 والزيد 2.
خلص ان عرفت كل البرودكت اجمعهم، هطلع التوتال عشان اعرف البيرسنتج. هاخد كل مكون عندي او كل كل برودكت عندي اقسمه على التوتال، حيعطيني البيرسنتج كومبوزيشن. السلكتيفيتي حنا نحسب الريشيو ما بين الديزايرد والانديزايرد. مين هو الديزايرد؟ اللي هو الايثيلين. قديش كميته طلع عندي؟ 40. بالنسبة للانديزايرد اللي هو الميثين اللي هو 5.2. طلعنا السلكتيفيتي. Example number 2 reaction stoichiometry. برضو هذا الاكزامبل له علاقة بالستوكيومتري، له علاقة بالليميتنج رياكتنت وبالاكسس رياكتنت، وانتو already you know about the difference between the limiting reactant اللي هي المادة اللي بتستهلك اولا وبتخلص عندي وما بتطلع عندي بالبرودكت، والاكسس رياكتنت اللي هي المادة الزايدة. وانا بضيف هذا الاكسس رياكتنت to make sure that انه كل الرياكتنت عندي انا استهلكته ودخل بالتفاعل، زي ما اخذته سابقا انه في تفاعلات لما بندخل اكسس اير، والاير طبعا انتم بتعرفوا هو عبارة عن اكسجين ونيتروجين، والنسبة المولية لها 71% سوري 79% نيتروجين و21% اكسجين. فلما ادخل الاير فانا عندي ثيوريتيكال اكسجين وفي عندي اكتشوال اكسجين، والثيوريتيكال هو اللي من المعادله والاكتشوال اللي هو اكتشوالي فيت تو ذا سيستم. والليميتنج رياكتنت اخذنا من المحاضره اللي قبل كيف احسب الليميتنج رياكتنت، اني اطلع الراتيو لكل رياكتنت موجود عندي وذ ريسبكت للستوكيومتري، والكميه الاقل او الراتيو الاقل هي الليميتنج رياكتنت. وليش انا بحدد الليميتنج رياكتنت؟ لانه فيما بعد الكالكوليشن حصير وذ ريسبكت تو ذا ليميتنج رياكتنت. فبالنسبة لهذا الاكزامبل اللي عندي، الاكزامبل هذا عن مادة الاكريلونيترايل، هي تعتبر مادة تدخل كبرايمري او كانترميديات، تستخدم في انتاج البوليمرات مثل النايلون والاكريليك فايبرز. فعندي اكريلونيترايل موجود عندي is the intermediate used in the production of a number of polymers. It is used to manufacture many polymers including acrylonitrile, butadiene, styrene. هاي واحدة من المواد اللي بننتجها من الأكريلو نيترايل. لو جينا اطلعنا على المعادلة، كيف أنتج أنا الأكريلو نيترايل اللي هو C3H3N؟ حنتجه بالتفاعل اللي نسميه الأموكسيديشن. أموكسيديشن من كلمة أموكسيديشن يعني أنا استخدمت أمونيا بالتفاعل لمين؟ للبروبيلين. فأنا عندي بروبيلين حتتفاعل مع الأمونيا بوجود مين؟ الأكسجين، حيعطيني الأكريلو نيترايل. هلا نيجي نشوف على الفيد. The feed of a to a propylene amoxidation process contains 10% بروبيلين، 12% أمونيا، و78% إير. الفراكشنال كونفرجن يبقى نرجع مرة تاني، في عندي هو أعطاني ريليشن هنا حستفيد منها بالحل اللي هو الفراكشنال كونفرجن 30% for the limiting reactant is achieved. يبقى بما انه حكى لي 30% من الليميتنج رياكتنت، معناته I have to know which one of these reactants is the limiting reactant. Taking 100 mol of feed is as a basis determine which reactant is limiting the percentage by which each of the other reactants in excess. ما دام في عندي واحد limiting reactant معناته الاثنين التانيين حيكونوا ايش؟ excess. هحدد الratio of excess لكل واحد منهم واطلع الكومبوزيشن او المولر كومبوزيشن للمواد اللي طلعت عندي ناتجه من التفاعل. مثل ما حكينا بنحط بيسز، بنرسم بلوك دايجرام، بنحط الستريمز الانبوت والاوتبوت وكل النون فاريبلز والانون فاريبلز اللي موجوده عندي. فنيجي نشوف هلا بالنسبه للبروبيلين C3H6 initially قديش حيفوت عندي؟ هو نسبته 10%، حنضربها في المية حيطلع 10. The same for ammonia 12 مول. الاكسجين انتبه، الاكسجين هو حاكي لي بالمساله انه دخل 78% ايش؟ اير. انا اللي بيهمني بالتفاعل اللي داخل عندي مين هو؟ الاكسجين. فلازم اعرف نسبه الاكسجين initially fed to the process. فنفس الشيء هاخد نسبه الاكسجين بالهواء 21%، هضربها بال 78 حيطلع عندي 16.4 مول اوف اكسجين.
هلا نيجي بدنا نحدد مين الليميتنج رياكتنت. تحديد الليميتنج رياكتنت كالتالي، حنيجي نحسب الراتيو لكل مادة بالرياكتنت ثيوريتيكالي واكتشوالي. اكتشوالي اللي هي موجودة عندك بناء على الارقام اللي دخلناها للبروسيس، اكتشوالي او ستوكيومتري، سوري ثيوريتيكالي يعني ستوكيومتري، يعني حسب المعادلة اللي موجودة عندنا. فكلمة ستوكيومتريك هي تعادل أو the same meaning as when we said theoretical. فحناخد الأمونيا with respect to propylene، حنحسبها actually، يبقى عندنا هنا قديش 12 إلى 10، طلعنا الراتيو بين المعادلة 1 إلى 1، يبقى مين الأعلى؟ الأمونيا. إذا الأمونيا is present in excess. The same procedure with the oxygen with respect to propylene actually and theoretically or stoichiometric. الريشيو الأولانية 16.4 بالنسبة للعشرة 1.64، وبالنسبة للمعادلة زي ما أنتم شايفين 1.5 إلى 1، فطلع عندي برضو الأكسجين هو موجود in excess. يبقى بطبيعة الحال ايش بنستنتج؟ مين هو الليميتنج رياكتنت؟ اللي هو البروبيلين، والمادتين الاخريات هم ايش؟ موجودات بالاكسس. ويل كونتينيو سولفينج ذا اكزامبل. هلا بما انه احنا حددنا مين الليميتنج رياكتنت، يبقى لازم اعرف الراتيو اوف اكسس، وعشان اعرف الراتيو اوف اكسس فور امونيا وفور اكسجين لازم اعرف قديش، يعني هو ايش هي معناتها الاكسس، يعني هو عباره عن الديفرنس ما بين الاكتشوال وما بين الثيوريتيكال. يبقى معناته لازم اطلع انا قديش بستهلك من الامونيا بناء على الستوكيومتريك يعني فعليا، ومن الاكسجين فعليا. يبقى حرجع للمعادله اشوف البالانس اللي موجود عندي، كل واحد مول من البروبينين بتفاعل معه او رياكتد معه 1 مول من الامونيا. طب لو احنا مدخلين 10 مول، قديش حسب الستوكيومتري تبع الاكويجن قديش مفروض رياكتد ستوكيومتريك او ثيوريتيكال؟ حيطلع عندي 10 مول من الامونيا. And the same procedure، 1 مول من من البروبيلين بيستهلك 1.5 مول من الأكسجين. For 10 مول of propylene، how much reacted oxygen with respect to the balance equation أو theoretical؟ هيطلع عندي 15 مول. يبقى خلص حالا رف أطلع البرسنتج excess اللي هو difference ما بين الـ actual and theoretical with respect to the theoretical or stoichiometric. طلعنا الـ excess بالنسبة للأمونيا والأكسجين. هون حاطة لكم سهم انه كيف انا ممكن اعرف الليميتنج رياكتنت، اللي هي نفس الطريقه اللي انا حكيت عنها في المحاضره اللي فاتت، اني اخذ الريشيو ما بين الاستوكيومتريك وما بين الانيشيالي، واشوف مين الاكسس ومين الليميتنج رياكتنت. هلا عرفنا المطلب الاول اللي هو نسبه الاكسس للامونيا والاكسجين. بدنا نعرف هلا الكومبوزيشن اللي موجود عندي، يعني بدي احسب قديش البرودكت طلع عندي. فحستفيد من مين؟ من الفراكشنال كونفرجن اللي موجود عندي بالمساله اللي هو 30%. حكينا الفراكشنال كونفرجن يعني ايش معناته؟ يعني قديش نسبه الرياكتد، معناته قديش نسبه الان رياكتد. الرياكتد عندكم بالمساله 30% يعني 0.3، الان رياكتد حيكون 0.7. وموجود عندنا قديش البروبيلين initially، فطلع عندي النمبر اوف مولز اوف اللي هو الاكريلو نايترايل 70% ان رياكتد موجود عندي بالبرودكت. نيجي بالنسبة للبروبيلين، عندي معادلة اللي هي بدلالة الزيتا، قديش طلع عندي هنا بروبيلين ان رياكتد؟ طلع عندي 7 مول. هاي 7 مول ايش تكافئ عندي بدلالة الزيتا؟ اللي هو الانيشيا قديش من البروبيلين؟ 10 ماينس الاكستنت اوف رياكشن حيقابل 7. يبقى من هون طلعنا مين الزيتا او الاكستنت اوف رياكشن. In the same manner حنمسك كل product عندي واكتب له المعادلة أو relation بدلالة الزيتا of reaction. The same for ammonia. الأمونيا قديش initially موجود عندي؟ 12. زائد إيش؟ أنا حطيت هنا زائد، لكن زائد الستوكيومتريك في الزيتا with respect to ammonia. بس أرجع مرة تانية وأحكي إنه هاي رياضيا حطينا زائد، لكن أجي أشوف هاي الأمونيا هي reacted ولا product، يبقى هي رياكتنت، معناته نحط الاستوكيومتري تبعها بالنيجاتيف.
the same for oxygen initial 16 واشوف ماينس معناته الواحد ونص في الزيتا، ونفس الطريقة بالنسبة لبقية البرودكت اللي موجودة عندي. الأكريلو نيترايل حيكون بالبوزيتيف، النيتروجين انرت مثل ما دخل مثل الأمونت اللي initially fed to the process، والووتر هو برودكت حيكون الستوكيومتري تبعه بالبوزيتيف. واحسب الكومبوزيشن اللي موجود عندنا with respect to الزيتا اللي احنا حسبناها بالمطلب الاولاني. طلاب هذا السلايد فيه a little bit information about ايش فايدة الريسايكل، لانه الاكزامبل اللي بعديه حيكون على الريسايكل. اخذته انتو برضو basic one لما يكون في عندي بروسيس، ممكن هاي البروسيس تكون مالتي يونت اوبريشن، يعني فيها كذا وحده من الوحدات. مثلا اول شيء مثلا يكون عندي ميكسينج، بعدين يكون في عندي الرياكتر، وبعد الرياكتر يجي عندي سيباريتر، او يجي عندي ابزوربر، او يجي فلتر اخذ جزء من اللي طلع عندي اعمل له ريسايكل مره ثانيه للفيد. وفي قلنا في ستريم اخر نسميه بايبس اللي هو عكس الريسايكل اللي هو بياخد من الفيد للبرودكت. فليش انا بعمل ريسايكل؟ الريسايكل بيفيدني في عدة شغلات. ممكن هذا التفاعل اللي عندي يكون فيه ايش كاتاليست، الكاتاليست تعتبر من المواد الاكسبنسيف، فمعناته غلط انه الواحد يهدرها، فعشان استفيد مرة تانية منها فبعد ما يطلع البرودكت فروم ذا رياكتور باجي بعمل عملية سيباريشن، بسترجع بعمل ريكفري للكاتاليست وبرجعه كريسايكل للفريش فيد واشتغل التفاعل مرة تانية. او ممكن استخدم الريسايكل كديليوشن للفريش فيد، يعني اذا كان الفريش فيد اللي داخل عندي هو عبارة عن سلاري، والسلاري عبارة عن ميكسشر اوف او سسبنشن من السوليد والليكويد، فالكونسنتريشن تبعه بيكون عالي، فبيكون هذا هيفي لود على على الرياكتر او على السيستم اللي موجود عندي، وبيأثر على كفاءة العمل تبعته. فانا ممكن اعمل ديليوشن لهذا البروسيس، اني اخذ بدل ما اعمل ديليوشن للفريش فيد واجيب له ستريم اضافي عشان اعمل له ديليوشن بليكويد اخر، لا اخذ جزء من الليكويد اللي بيطلع عندي واعمل له ريسايكل مرة تانية واعمل له ديليوشن للفريش فيد بدل ما استهلك انبوت فريش فيد فور ديليوشن. والسبب الثالث انه انا لو كان في عندي رياكشن معين او مثلا رياكتر وعندي بيطلع نتيجة التفاعل اكزوثيرميك، بالتالي في عندي درجة حرارة انكريزنج بالبروسيس، فعشان اسيطر على هاي درجة الحرارة فباخد جزء من البرودكت وبعمل له ريسايكل مرة تانية. هذا الريسايكل انا استفدت منه بشغلتين، انه انا كبرت او كترت كمية الفيد اللي موجود عندي، فبالتالي درجة الحرارة حتتوزع على هذا الفوليوم الجديد، صار في عندي بيجر فوليوم او كبرنا هذا جريتر فوليوم للرياكشن ميكسشر، بالتالي درجة الحرارة حتنزل. وبالنسبة للهدف الثاني او الفائدة الثانية انه هذا الريسايكل نفس الشيء حيعمل لي ديليوشن. واخر شيء في انا بلاقي عملية الريسايكل هاي في كتير ابليكيشن مثل الريفريجرانت اللي هي السايكل او الاير كونديشنر، الوركينج فلويد زي ما انتم بتعرفوا بانظمة التبريد بنستخدم الوركينج فلويد. هذا الوركينج فلويد مو كل مرة أنا بعمل غاز جديد أو بشحن غاز جديد بأنظمة التبريد، لا، الغاز اللي موجود هو نفسه، هو بيشتغل بنفس السيركل وبينعمل له ريسايكل.